وبما اننا بنتكلم عن الرياضيين لازم كمان نذكر دور النادي الاهلي الوطني في فتره حرب اكتوبر من عام 1973. وقت حرب 67 ملاعب يعني النادي اتحولت بالكامل لمراكز تدريب عسكريه. اعضاء النادي بالكامل عملوا حمله تبرعات كبيره لدعم الوطن، وحتى سيدات الاهلي تطوعوا في التمريض لعلاج المصابين. الكل كان رافض فكره الهزيمه. الفكره ما كانتش وارده، مش مستساغه عندنا فكره ان جيشنا ينهزم. ويعني ما اعرفش، في كلام كتير قوي ممكن يتقال في هذا الاطار. وبالمناسبه مش بس على صعيد النادي الاهلي، احنا بنتكلم على دوله اتجيشت بالكامل بالمعنى الحرفي، شعب بالكامل تحول الى كل واحد فيهم الى جندي مقاتل، كل واحد فيهم في موقعه، فكل كان بيشارك عشان نحارب وعشان نحرر أرضنا. كمان دور النادي الأهلي استمر طوال الست سنوات لحد أكتوبر 73. وقتها الأعضاء عملوا حملة تبرعات كبيرة جدا، تبرع بالدم، وأكثر من 8000 عضو في اليوم الأول فقط من فتح مجال التبرع عشان المصابين. طبعا احنا بنتكلم على نسبة مشاركة يعني حاجة ملفتة جدا للأنصار. احنا هنا بنتكلم عن الأهلي وعن دور النادي الأهلي، لكن كمان زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية، ده كان شعور كل مواطن من الشعب المصري بالكامل، من أصغر لأكبر واحد. الكل عايز يجري، الكل عايز يساعد، الكل عايز يدعم جنودنا البواسل، فعلا خير أجناد الأرض.